الهواء شديد جدا داخل استاد اسكندريه، لدرجه حتى احنا واقفين في ارضيه الملعب الهواء بيشد الناس بشكل كبير جدا. هنشوف اثناء المباراه مدى تاثير الهواء على محمد. قول لي ارضيه الملعب عامله ازاي لو سمعني بعد المباراه. بيديرها طارق سامي حكم المباراه. محمد بكلمك على ارضيه ملعب، يعني يمكن زي ما قلت لك الارضيه في هذه اللحظات الحمد لله مهيئه لاستضافه هذه المباراه. الارضيه جاهزه لاستضافه هذه المباراه، والارضيه جاهزه لاستضافه مباراه اليوم، مباراه الرجاء والاهلي. يمكن حتى انا هحاول اجيب لك لقطات لارضيه الملعب في هذه اللحظات كابتن محمد فاروق وانا معاك. يعني الحمد لله الامطار النهارده صباحا يعني توقفت عن النزول صباحا في الاسكندريه، وبالتالي ارضيه الملعب جاهزه لاستضافه هذه المباراه. لكن في اي لحظه من اللحظات وانا بتكلم معاك على الهواء مباشرة ممكن الأمطار تتساقط بشكل كبير جدا، وتختلف الرؤية وتختلف الصورة تماما داخل استاد الأسكندرية. حتى وأنا بتكلم معاك زي ما أنت شايف، حتى الكابتن محمد أبو العيلة ودكتور أنيسة الشعلاني مدربة اللياقة البدنية في هذه اللحظات يعني بيشوفوا أرضية الملعب وبيجهزوا المكان اللي فريق النادي الأهلي هيأدي فيه عمليات الإحماء. لكن زي ما قلت لك كابتن فاروق، في أي وقت من الأوقات قد تتغير الصورة تماما داخل استاد الأسكندرية. الأمطار تتساقط بشكل كبير جدا، يمكن حتى وإحنا في مدخل مدينة الأسكندرية صباحا كانت الأمطار شديدة جدا، لكن في هذه اللحظات الجو اصبح ميسر لاستضافه. عشان كده دائما يا محمد، دائما يا محمد النادي الاهلي بيطلب دائما رش الملعب. النهارده اكيد مش هيطلبه بقى كده خلاص. هو انت ممكن تطلب رش الملعب، لكن النهارده صعب صحيح جدا تطلب صحيح رش الملعب، لانك لو ما رشتش الملعب اصلا الملعب بشكل كبير ممكن اصلا تكون الامطار الشديده جدا. ومش عايز اذكرك بموقف مباراه الاهلي والقطن الكاميروني، يعني انا على المستوى الشخصي عندي تخوف ان موقف مباراه الاهلي والقطن الكاميروني يتكرر اليوم، خاصه ان نفس الموقف مباراه الاهلي والقطن الكاميروني كان قبل انطلاق المباراه، الجو كان هواء شديد لكن الملعب كان جاهز، واثناء المباراه انقلبت الايه تماما والمباراه اعيدت بسبب الامطار الغزيره. نتمنى ألا نرى هذا المشهد في مباراة اليوم.